عثمان عنده شرط جزائي في عقده وهيخلص في شهر لا لا خمسة عقده لا مش لا كده؟ لا لا مفيش مفيش شرط جزائي بس. وعقده ينتهي في شهر 5، لو الناس حبت تجدد قبلها بشهر يبلغوا، لو ما لو مش حابين يجددوا يبلغوا بعض سواء هو او الاتحاد يبلغوا انه مش عايز يجددوا كيف خلاص. ترى الانتقادات الدائمة على وجود فينجادا باعتبار من وجهة نظر المعترضين على وجوده انه لا دور له وانه بياخد فلوس على الفاضي؟ بالعكس هو الراجل ده دوره مهم جدا سواء في كل منتخبات المراحل السنيه. على فكره احنا عندنا غير المنتخب الاول، وكان له دور اساسي يعني فيه المنتخب الاول، عندنا منتخب اولمبي، منتخب شباب، منتخب ناشئين، منتخب كره نسائيه، 3 مراحل بالاضافه لمنتخب الصالات. في كل دول هو اللي بيتابعهم، هو اللي بي 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 بيشوف شريك في كل حاجه فنيه في الاتحاد. انا بعتبر انه اضافه كبيره جدا 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 للكره المصريه. وبعدين تعالى شوف النهارده، ارجع لتجربه البرتغال 87 88 لما عينوا كيروش وفينجادا، عملوا قاعده الناشئين اللي خدوا كاس عالم شباب 89 وكاس عالم شباب 91، روي كوستا ولويس فيجو ونونو جوميز وكل اللي انت المجموعات اللي انت تتخيلها دي، وعملوا الخريطه اللي اشتغلوا بيها بعد كده الناس هناك في المراحل السنيه وفي تمام. المنتخبات. وفينجادا فدي واخد الصلاحيات انه يعمل اللي عمله دي مع تجربة البرتغال؟ والله اللي موجود بقى هنا. لا، في عهدك لا كان بص، لا لا، عنده الصلاحيات مع دي؟ كل منتخبات الشباب والناشئين هو، انا كنت بقى ما بعمل منتخبات الشباب والناشئين بالتحديد، كان هو اللي بيروح وبيتابعهم وبيحضر معاهم وبيوجههم وعمل كل بس في حاجة. كذا مرة طلع قال انه لم أسأل، ليس قراري، لم هذا أعلم. بيتكلم ده في حاجات قيد، الناس في حاجات قيد وحاجات إدارية. لا، في حاجات فنية زي زي مثلا عن المنتخبات نفسها قال انه قبل كده المنتخب، لا مش قبل ما، منتخبات، لا منتخبات مفيش حاجة في المنتخبات لما هو ما كانش مثلا فيها. قرار رحيل او تغيير البدري قال انه لم يتم استشارتي فيه. لا هو الراجل أصلا، احنا هي أنا بنغير المدرسة بالكامل، جبنا فينجادا مفهوم. برتغالي وجبنا الكيروش المنتخب الأول البرتغالي، وقت وهو تعيينك، كان حاضر على فكرة. بس عشان بس يبقى، إذا كان فينجادا هو اللي عامل الكونتاكت أصلا بتاع كيروش، مفهوم، وقت تعيين ما فينجادا عدا ساعة الكلام في الفلوس خرج من الأوضة. خرج من الاوضه، وده ليه؟ ده لا لا درءا للشبهات. لا لا لا، يعني عايز يسيب ان حرية مفهوم. للراجل الكلام. وقت تعيين فينجادا كان النظرة لكيروش موجودة وقت تعيين فينجادا؟ ده لا ده انا هقول لك على حاجة بقى، في صديق يعني بيعمل في الاتحاد الدولي وبرتغالي برضو، كان الكلام كنا كان فينجادا وكان في اسم تاني وكان في فكرة كيروش من الأول ومعاه حد يشتغل، يعني كيروش بدولاب العمل كامل ده من الأول تمام، من قبل فينجادا. من قبل بنجد. أنا وقتها أنا والزملاء في اللجنة كان رأينا إن فينجادا في مصر اشتغل قبل كده، حقق نجاح مع نادي الزمالك، خد بطولة كأس آسيا مع المنتخب السعودي، عنده علاقة بمصر ودية، مظبوط. فوجوده في الاول هيكون اسهل. وبيني وبينك كنا متخوفين برضو من الارقام اللي موجوده بره. مع كيروش. وعلى فكره ده كان في وقت بعد مباراه كينيا بالتحديد، كان الكلام لو في تغيير بقى وهتغيره في الجهاز فممكن يكون الفكره مفهوم. بتاعت كيروش فينجادا بتبقى. قال مع ميدو انه لم يتم استشارتي في قرار استخدام كارلوس كيروش. لا انا ما اعرفش تساله، انا بقول لك اللي حصل ان انا سالت فينجادا في الاول قال لي انا ما اظنش انه هيوافق، وبعدين هو اللي كلمه قال لي لا انا لقيته متحمس، وبعدين هو اللي عمل الكونتاكت، هو اللي كلمه هو اللي جاب الرقم. انا يعني بالعكس ده احنا متكلمين على الايباد بتاع مستر فينجادا، تمام. مفيهاش طيب اجتهاد يعني. نرجع لأمم أفريقيا مرة تانية.